ويلكم باك، رجعنا لكم بحلقة جديدة مع ديزاينر جديدة ومع مبدعة جديدة. راح نتعرف على اسمها وراح نتعرف على لبسها اللي هي مسويته وراح نتكلم معها. ايش اسمك؟ اسمي نورة الربيعة. كم عمرك يا نورة؟ عمري 11 سنة. ما شاء الله جايز، عمرها 11 سنة ومبدعة باللبس حقها. طيب ريم، حكينا عن لبسك وعن مثلا هواياتك، كيف صرت تحب الديزاين؟ كيف صرت احب الديزاين؟ يوم انا كنت صغيرة كانت جدتي تعطيني قماش يعني حقها القديم، وكنت انا وبنت خالتي الصغيرة نصمم منها ملابس، وحتى اللبس حق القديم البيجامات كنت اقصصها واسوي منها، فهمتي؟ ريسايكل. مرة حلو هذه الحركة، حتى انا مرة احب الملابس الصغيرة عليها اقصصها وارجعها كانها لبس جديد. ريما، طب حكينا عن لبسك حق اليوم. هذا اللبس يصير تو ستايل. اوكي، يمديك يصير فستان ويمديك تدخلين البلوزة جوا تصير بس بلوزة. مرة حلو جايز، الحين بتطيح على هذه الموضة انه التيشيرت يصير تنورة، مثلا اليدين حقات التنورة يربطوها تصير زي الحزام وتصير تنورة. طيب نورة، حكينا عن ملابسك اللي اول سويتيها. انا عندي بلوزة، طبعا البلوزة كنت انا مسوي كراب توب، يوم سويت الكراب توب طلع مرة صغير ويعني تفرت. بعدين رحت جبت زي رينجز وحطيتها هنا، وجبت القماش الثاني حطيته كذا، فصار من هنا شوي مفتوح بعدين في رينج. ايوه شفتها، مره حلوه التيشيرت حقتك. ولبستها مع ايش؟ لبستها مع جينز. اوكي، والشوز حقك مره حلو، مره عجبني، راح تشوفوه الحين، مره رهيب وستايلش. ولين هنا خلصنا حلقتنا، تشرفت فيك يا نورو، مره عجبني اللوك حقك، نشوفكم بحلقه ثانيه. باي باي.